يوم جديد من الاحتفالات بالايام الفخريه للدول المشاركه في اكسبو 2020 دبي اليوم احتفلت جمهوريه غانا بيومها الوطني بحضور رئيسها نانا اوكوفو ادو ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك ال نهيان وزير التعايش والتسامح المفوض العام لاكسبو 2020 دبي ورحب معالي نهيان بن مبارك آل برئيس غانا واثنى على حرص هذا البلد على التواجد في الفعاليات العالميه، معتبرا ان اكسبو دبي يتيح للدول عرض امكاناتها وتطلعاتها المستقبليه. من جهته شكر رئيس غانا دوله الامارات على اتاحه الفرصه للمشاركه في هذا الحدث العالمي. وأشار إلى الإنجازات التي حققتها بلاده على المستويين السياسي والاقتصادي، داعياً في الوقت نفسه رجال الأعمال للاستثمار في بلاده. غانا الان مستعده للاعمال فهي ارض الفرص للقطاع الخاص وراس المال الخاص نعمل على بناء اقتصاد يزيد من الثقه بدولتنا ويحقق ازدهارها ادعوكم جميعا لزياره جناح غانا لتتمتعوا بضيافتنا واستكشاف ما لدينا من امكانات It gives me a great إنه من دواعي سروري أن أرحب بكم اليوم حيث نجتمع هنا للاحتفال باليوم الوطني لغانا في إكسبو 2020 دبي. أود أيضاً أن أغتنم هذه الفرصة لتهنئة شعبي ودولة غانا بمناسبة ذكرى الاستقلال الخامسة 65 التي صادفت يوم السادس من مارس. أتمنى لكم ولشعبكم استمرار النجاح والسلام والازدهار.